صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم جايب لكم أسهل طرق إنك تجيب 99 حياة في لعبة كراش الجزء الثالث. بوريك الحين كيف والطرق والمراحل السهلة اللي تجيب فيها حياة أكثر. المرحلة الأولى هي رقم 3، النمر أو القطوة. هالمرحلة دي بتعطيك 6 لعبات مع الصناديق اللي تكسرها يطلع لك تفاح. هو الثلاث بصرة هاي واحدة، هاي الثانية، هاي الثالثة. ما بيفوت ولا صندوق. 6 تفاح حلوين، هذا واحدة جت، في واحدة قبل نهاية الجيم، هذا فوق حلوين. هاي المجموعة 6 وانا اصلا فوت واحدة. 96 الحين تروح تفوز واوريكم المرحلة الثانية. تطلع من هنا تروح الباب الرابع، مرحلة 16. هذا هو الباب الثاني، سو زي بس ان شاء الله تجيب اكثر شيء. منك تطلع تروحي بس طريقة، اسحب على القردة. ايوه هنا 4 لعبات وبكذا جمعت 99 لعبة ويطلع التروفي، ومبروك عليه التروفي. المهم اول ما تخلص المرحلتين هذه ترجع تسوي خروج شفت. اول ما تخلص مرحلتين عفوا تضغط L2 تسوي X وترجع تكرر الحركة في الماب الاول والماب الثاني. ممكن هنا وصلنا لنهاية الحلقة، لايك واشترك اذا ما انت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.